السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة 10 تاك. لقد أتيناكم اليوم بهذه القطعة، أو نسميه بالمسدس الكهربائي أو بالصاعق الكهربائي. لقد صنعت قطعة مثل هذه من قبل، ولكن لم تكن احترافية، فأردنا إعادتها اليوم. كما تلاحظون تكون احترافية بعض الشيء، وكذلك الجميل في الأمر تشحن، يعني تقوم بشحنها، يعني غير قابلة لنفاذ الشحن، فهي دائما تشحن، ومدة الشحن تدوم إلى غالي 3 أيام إلى 4 أيام، وهذا شيء رائع جدا. وكذلك هي فعالة وقوية جدا، كما قوي جدا. وطريقة صنعها سهلة جدا، كل هذا سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل. ولصنع هذا الصاعق نحن بحاجة إلى هذه القطعة، وهي تعتبر بمثابة محول تقوم بتحويل 3 فولت إلى 400 فولت، وهي يعني خطيرة بعض الشيء، يعني حذاري عند استعمال هذه القطعة. لقد شرحت عليها فيديو من قبل، سوف تجدون جميع روابط الشراء هذه القطع أسفل الفيديو في الديسكريبشن. ونحن بحاجة كذلك إلى قاطعة، قاطعة أي قاطعة كانت، أنا لدي هذه القاطعة. ونحن بحاجة إلى بطارية ليثيوم مثل هذه كما تلاحظون، يعني كذلك يمكنك استعمال أي بطارية، ولكن إن أردت استعمال هذه البطارية سوف أترك لكم رابط شرائها أسفل الفيديو. ونحن بحاجة إلى هذه البوردة الخاصة بشحن البطارية، كذلك سوف أضع لكم رابط شرائها أسفل الفيديو. ونحن بحاجة إلى علبة، أي علبة كانت، أنا وجدت هذه العلبة، علبة السراج أو اللمع الأحذية بالعربية، يعني يمكنك كذلك استعمال أي علبة. لقد أخذت الرأس الخاص بها وقمت بوضع سلكين كما تلاحظون، وقمت بوضع غراء بالمسدس الغراء لتثبيتهما بشكل جيد لكي لا تتحرك. وأنت يعني كما قلت لديك الخيار، استعمل أي طريقة، يعني فقط سوف أعطيك يعني القاعدة أو لاباس كيف تعمل هذا المسدس. أولا يعني هذه القطعة حذاري عند استعمالها، سوف تجد يعني سلكين بالأحمر هما المخرج، يعني مخرج 400 فولت، أما السلكين الآخرين فهو بالأخضر والأحمر يعني المدخل. سوف نقوم بتثبيت سلكي المخرج هنا، يعني أين تحدث الشرارة، فقط يجب أن تكون متباعدة لكي لا تحدث الشرارة في الداخل. سوف نقوم بتلحيمها، كما تلاحظون هنا لقد قمنا بتثبيت هذين السلكين على هذه الطريقة. فقط كما قلنا يجب أن يكون متباعدين في البداية، هنا يعني يجب أن تكون متباعدة بعض الشيء، أما في المخرج لا يهم لكي لا تحدث شرارة كما قلنا من قبل في الداخل. والآن سوف نقوم يعني بتلحيم البطارية مع هذه البوردة. هذه البوردة لديها مدخل ميكرو اي اس بي للشحن، يعني تشحن بأي شاحن، ولديها مخرجين الموجب والسالب. سوف نقوم بتثبيت يعني سلك أحمر وسلك أسود، ونقوم بتوصيلهما بالبطارية. هنا كما تلاحظون لدينا الموجب، يعني موجب الخاص بالبوردة الذي يذهب إلى البطارية، وهذه الجهة هي السالب. هذه البوردة رائعة جدا يعني لشحن البطاريات، وهي بثمن بخس جدا، ربما 10 قطع، لا أتذكر جيدا، 10 قطع ب1.5 دولار، يعني رائعة، وتحتاجها ليس في بطاريات الليثوم بل في عدة بطاريات، فهي تحتفظ بسلامة البطارية. ثم نأتي بسلك أسود وهو عبارة عن السالب، ونقوم بتثبيته في مكانه. سوف تجد يعني الناقص والزائد لكي يخبرك أين الموجب والسالب. بهذه الطريقة كما تلاحظون. والآن نأتي بالبطارية الخاصة بنا، ونقوم بتثبيت الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. والبطارية كما تلاحظون هذه هي الجهة الموجبة وهذه هي الجهة السالبة. سوف نقوم بتثبيت السلكين هنا، ولكن قبل ذلك سوف نقوم بتثبيت هذه القطعة في الجزء السفلي من العلبة، يعني لنشحن هذه البطارية دائما، وليكون هذا المسدس يعني يشحن، يعني لا تنفذ شحنه، لا ينفذ، دائما يشحن. وهذا الجميل في الأمر بأن بطارية الليثيوم تدوم يعني عمرها طويل، وكذلك سوف تحكم شحن يعني يدوم إلى 3 إلى 4 أيام، وهذا شيء جيد. على هذا الشكل كما تلاحظون سوف نقوم بتثبيتها هنا. والآن نأتي بالبطارية، ونقوم بتثبيت يعني السلك الأحمر والأسود مع الموجب والسالب كما ذكرنا من قبل.
فقط يعني يجب أن تثبت بشكل جيد، يعني لأنها سوف تدخل كل هذه القطع داخل العلبة لكي لا يحدث أي شرارة أو أي انفصال للأسلاك. سوف نتحصل بالأخير على هذه الطريقة عفوا. والآن يعني سوف تبقى لدينا البطارية، سوف نقوم كذلك بتثبيتها مع القطعة هذه عفوا مع البطارية باستعمال هذه القاطعة لفصل يعني ولفصل التيار عنها لكي يعني نضع لها أمان. الآن سوف نقوم بتثبيت السالب مع السالب والموجب مع الموجب، ولكن سوف نضع القاطعة كما قلنا، لذلك سوف نجربها قبل أن نبدأ لكي لاحظوا هنا، انظروا شرارة قوية جدا يعني 400 فولت، يعني حتى وإن باعت بين الأسلاك سوف تجد الشرارة قوية جدا. يعني دائما أوصيكم حذاري عند استعمال هذه القطعة، حذاري جدا، فهي تخرج شرارة يعني فولتية قوية وليس التيار. سوف نقوم بتثبيت هذا هنا، وكذلك سوف نقوم بتثبيت الموجب مع القاطعة، وسوف نقوم بتثبيت يعني موجب سوف نفصله. الطريقة واضحة كما تلاحظون، سوف نأتي بهذا السليك الصغير. لم أجد السلك أحمر، لذلك سوف أضع سلك أسود ولكنه الموجب وليس السالب. سوف نقوم بتثبيته مع موجب البطارية كما تلاحظون. هكذا. والآن سوف نأتي بسالب البطارية وليس موجب البطارية، ونقوم بتثبيته مع سالب البطارية. يعني الطريقة واضحة، يعني قمنا بوضع موجب وسالب مع البوردة، وكذلك سوف نضع موجب وسالب مع البطارية. هنا سوف تأتي القاطعة، يعني هي التي سوف تقوم بتمرير وقطع التيار على المحول تلك القطعة. قبل ذلك سوف نقوم بتثبيت هذا السالب هنا. والآن يعني بعد تثبيت السالب تبقى لنا فقط الموجب، ولكن حذاري يعني عند تثبيت الموجب حذاري يعني أن يحدث تماس ما بين الموجب والموجب وتلمس يديك يعني مخرج القطعة، فهي خطيرة جدا. ولكن قبل ذلك سوف نجربها إن كانت تعمل أم لا. لاحظوا هناك، انظروا، تيار قوي جدا. نعم هي خطيرة، استعمل هذه الأداة يعني في تشغيل أي فرن أو في أي شيء، فقط حذاري يعني كما قلنا دائما لا تستعملها في أشياء غير جيدة. والآن سوف نقوم بتثبيت القاطعة يعني هنا في الموجب، ثم نأتي يعني هنا موجب البطارية، ثم نأتي بموجب القطعة يعني المحول، ونقوم بتثبيته هنا. على هذا الشكل كما تلاحظون. والآن يمكننا يعني التحكم في الدارة بهذه القطعة، يعني تشغيل الشرارة وإيقافها، ولكن سوف نقوم بطلائها عفوا بوضع أوب، حدث تماس. سوف نقوم بغلافها بمسدس الغراء لكي لا يحدث يعني تماس داخل العلبة، يعني تأكد من أنك قمت بعزلها جيدا على هذا الشكل. والآن يعني الدارة جاهزة وجميع القطع الآن جاهزة، كل ما علينا هو إدخالها داخل العلبة، ولكن سوف نجربها. لاحظوا شرارة قوية جدا كما تسمعون، كما لاحظتم يعني دائما أنصحكم بالحذر. نعم أنصحكم بالحذر عند استعمال هذه القطعة. الآن سوف أقوم بتجميع هذه القطعة جميعا داخل العلبة. سوف أضع البطارية بجانب القطعة هذه المحول وأضعهم داخل العلبة، ولكن كما قلت دائما حذاري من أي تماس يعني عند استعمالك لهذه الأداة، فهي خطيرة. حذاري حذاري دائما حذاري. المهم سوف نقوم بتجميعهم الآن كما تلاحظون. لقد قمنا بإدخال البطارية والمحول داخل هذه العلبة على هذا الشكل، وأصبحت هذه هنا. تأكدوا دائما بأن القاطعة في وضعية الأوف لكي تحافظوا على سلامتكم. لقد وضعنا يعني هنا فتحة للقاطعة، وهنا في الأسفل كذلك سوف نقوم بتثبيتها بشريط لاصق، أو قم بتثبيتها أنت بأي شيء.
أنا قمت بتثبيتها بشراء شريط لاصق الأسود يعني كما تلاحظون، وأصبحت الشكل النهائي على هذا الشكل. وهنا مكان الشحن كما تلاحظون، يمكنك شحنها يعني شيء رائع، ويدوم شحنها إلى 3 4 أيام. هذه هي القطعة النهائية كما تلاحظون، سوف نجربها، لاحظوا يعني تيار قوي جدا ورائعة. في الأخير إذا أعجبك الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلك كل جديد، ولا تنسى أن تضع لايك إذا أعجبك الفيديو. شكرا على التفاعل كذلك الأخير، القناة تشهد تفاعل كبير. وأترك أي تعليق في الأسفل لأي سؤال، ليس في هذا الدرس فقط بل بأي سؤال تريده في مجال التقنية، سواء في الربح أو المدونة أو قناة أو الابتكارات. كما قلنا سوف نضع دائما ابتكار أو ابتكارين في الشهر على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.